السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس دلوقتي انا هشرح لك فيه ازاي تعمل مدونة ووردبريس، ازاي ترفعها وتسطبها وتعمل فيها كل حاجة من الاول للاخر ان شاء الله. طيب، انت ممكن تسمع حاجات صعبة عليك زي داتابيز، قاعدة بيانات، ترفع ملفات، الكلام ده مش مشكلة. عايزك تسيب كل حاجة وتطبق اللي انا بعمله بالظبط، وهتلاقي في الاخر الموضوع تم واترفع واتعمل كويس ان شاء الله. فمش عايزك يعني اي حاجة صعبة تلاقيها قدامك تحس ان الدنيا وقفت والموضوع مش هيمشي. طيب، دلوقتي عشان نعمل مدونة الووردبريس احنا محتاجين حاجتين، محتاجين ملفات المنتدى ده ونرفعه، ملفات المدونة قصدي، وقاعدة البيانات اللي هي الداتابيز المواضيع فيها بتسجل، وكل حاجة احنا بنعملها في المدونة دي بتسجل فيها. طيب، احنا اول حاجة هنجيب الملفات، فهندخل على موقع wordpress.org. اول ما تفتحه يقولك داونلود، اخر نسخة هما بينزلوها، تضغط داونلود ووردبريس 2.92، هيقولك حمل اخر نسخة، تقول له داونلود. زي ما انت شايف حملها بقى في المكان اللي انت عايزه، انا حملتها اهي. في الاخر بتتحمل، حجمها 2.5 ميجا، كليك يمين اكستراكت، خلصنا فك الضغط. دلوقتي ظهر لنا فولدر مكتوب عليه ووردبريس، عايزك تدخل جواه، وزي ما انت شايف الملفات هي دي ملفات المدونة، عايزك تختارهم كلهم، كليك يمين اد تو ارشيف. لازم يكون عندك برنامج الوين رير، اختار زي اي بي. ما تختارش، اكبر غلط ان انت تختار امتدادات الرير، لان ده ما بيتفكش في السي بانل. لازم تختار زي اي بي، تقول اوكي، وهشرح لك ليه احنا عملنا الخطوة دي لما نيجي نرفع. زي ما انت شايف اتعملت ملفات المدونة. طيب، احنا لما نيجي نرفع، لو كنت رفعتها لك من بره، يعني لو كنت رفعت الفولدر ده نفسه او ده وفكينا الضغط، هتلاقي يعني اتفك الضغط بتاعه، اتفك في فولدر اسمه ووردبريس. يبقى بعد كده موقعك هيبقى اسمه مثلا حسين.com/ووردبريس، فطبعا انت كده بوظت الدنيا. لكن لو فكيت الضغط وخدت الملفات اللي جواه كلها مع بعض، هتتفك الملفات نفسها، فلما تفتح حسين.com المدونة نفسها اللي هتفتح. يبقى انت كده شلت الفولدرات اللي ممكن تظهر لك. طيب خلاص، عملنا اخدنا ملفات المدونة، هنروح نرفعها. زي ما انت شايف لازم يكون عندك السي بانل اللي انا فاتحها قدامك دلوقتي، هتختار فايل مانجر، تقول له جو. ظهر لك اللي انت شايفه قدامك، قول له ابلود، هنرفع ملفات المنتدى. براوز، هاي زي ما انت شايف اللي هي اللي احنا لسه عاملينها الورد بريس، اتعلم عليها وقول لوبن، هيبدأ يرفعها. هنسيبه يرفع ونروح للسيبانا مرة تانية. هننزل تحت، سيبك من الفايلز والفايل المانجر، هتلاقي حاجة اسمها ماي اس كيو ال داتابيزز، اضغط عليها عمال برضو ما يفتح. نرجع خطوة لورا ونعمل ملف تكست جديد نسميه انفو انفورميشن، يعني ده اللي هنكتب فيه بيانات قاعدة البيانات اللي احنا هنحتاجها في التسطيب. طيب، اكتب باسورد مثلا، ولا اقول لك لا هجيبها لك من ناحية تانية. طيب، هيقول لك كاري الداتابيز، اعمل كريت للداتابيز، تقول له هنعمل داتابيز باسم بلوج كريت داتابيز، هو كده كريتها. جو باك، كل البيانات دي هنسجلها بس متقلقش. يقول لك اد نيو يوزر، ضيف يوزر جديد، هنقول له افليت مثلا، اي يوزر انت عايزه، او ده الباسورد، تقول له جنريت باسورد ده مثلا، قول له خده كوبي، قول له يوز باسورد. خلاص، ماشي ماشي، شكرا، كلوز، كريت يوزر، جو باك. نكتب الباسورد اللي احنا خدناه، مهم جدا عشان ده لو ضاع مش هنعرف نسطب المدونة. بس اهم خطوة بقى في الموضوع ده كله، لازم تقول له اد يوزر تو داتابيز، لازم تربطهم ببعض، ده اليوزر اللي احنا عملناه، ده الداتابيز اللي احنا عملناه. هنضغط اد عشان نربطهم الاتنين ببعض. زي ما انت شايف ظهر لك اليوزر، اسم اليوزر اللي احنا اخترناه واسم الداتابيز، ماشي، خدهم كوبي اول حاجة وهنحطهم في ملف التكست اللي احنا عملناه، وهنضغط سيف كنترول اس عشان ما يدعوش، خليهم تحت برضه لسه ما نزلهمش.
قول له يضيف كل الحاجات دي، بدل ما اتعلم عليهم واحده واحده، لا علم على اللي انت شايفه قدامك دي، هيضيفهم كلهم مع بعض، قول له make changes. اهو كده اضافهم، يبقى احنا كده خلصنا جزئيه الداتابيز، كده خلصنا من حاجه اسمها داتابيز مش هنحتاج ان احنا نجعلها معانا، البيانات بتاعتنا اليوزر والداتابيز والباسورد. هنروح للملفات اللي احنا كنا بنرفعها، اترفعت اهي wordpress.jp 100% كومبليت، هي في الحته دي نعمل ريفريش، هنلاقي اللي احنا رفعناها، كليك يمين زي ما انت شايف، تقول له اكستراكت، يقول لك عايز تفكها هنا، اقول له اكستراكت. هو كده بيقول لك احنا فكينا الضغط عنها، ملفات المدونه كلها ظهرت قدامك. هنفتح الصفحه الرئيسيه، يقول لك ملف الكونفج مش موجود، عايز تعمل له كرييت، قول له كرييت. انت كده بتسطبها دلوقتي، لك اكتب الداتابيز نيم واليوزر نيم والباسورد، قول له ليتس جو. هيقول لك اكتب الداتابيز نيم اللي احنا عملناها قدامك، كوبي غيرها، اليوزر نيم، اكتب الباسورد، كل ده اللي احنا عملناه في خطوة الداتابيز. بيس، خلاص قول له سبميت، رانز انستول. خلاص كده تعتبر اتثبت. بيقول لك اكتب البلوك تايتل، واكتب الايميل بتاعك، اي حاجة. انستول ووردبريس، خلي دي متعلم عليها. بيقول لك كده ظهر لك، بيقول لك ووردبريس هاز بين انستولد، اليوزر نيم اهو، الباسورد بتاع لوحة التحكم بتاعت المدونة، علم عليهم وخدهم كوبي نفس ملف البيانات اللي معانا، تقول له سيف، تقول له لوجين. بيقول لك اكتب اليوزر والباسورد اللي انت اخدتهم، لو لسه مطلعهم لك من شوية، بيست بيست لوجين. وبكده يبقى انت سطبت المدونة لورد بريس. اذا ما انت شايف دي وحدة التحكم، لو عايز تشوف المدونة نفسها بتعلم عليها من فوق، بيظهر لك المدونة اللي انت مسطبها. دلوقتي بقى مرحلة ان انت تغير في القوالب بتاعتها او السيمز بتاعتها، دي مرحلة تانية ان شاء الله هشرحها لكم خطوة بخطوة ان شاء الله. بس دي كانت اصعب خطوة، الناس اللي كانت بتشوفها ان هي مش قادرة تعملها انا شرحتها لكم بالفيديو، وشرحها لكم برضو في الكتاب بالصور.